مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكو هنتكلم فيها زي ما تعودنا عن كل ما هو جديد في عالم الاستثمار على أرض مصرنا الحبيبة، وكل ما يدور من تغيرات اقتصادية حديثة على أرض مصر. في البداية زي ما تعودنا بنتكلم عن آخر وأهم الأخبار الاقتصادية اللي حصلت على أرض مصر في خلال الفترة الحالية. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اجتماع موسع مع القيادات المشرفة على مشروع العاصمة الإدارية، وأوصى باستخدام أحدث الإجراءات والتقنيات الهندسية والإنشائية في استكمال مشروع العاصمة الإدارية. طبعا العاصمة الإدارية هي مرآة جديدة للنهضة والحضارة التي تحدث على أرض مصرنا الحبيبة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشروع العاصمة الإدارية هو بيحاكي كل ما يدور على أرض مصر من تطور اقتصادي ونهضة عمرانية وتنمية على أرض مصر على أرض الواقع. احنا شايفين قدامنا مشروع متكامل، شبكة متكاملة من الطرق والكباري، الخدمات، المرافق، شبكة كاملة للعاصمة الإدارية بأحدث المنظومات العالمية لإدارة المدن الإلكترونية الحديثة من الجيل الرابع. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع مشروع العاصمة الإدارية يوما بيوم حتى تصل إلى نقطة الانطلاق والبداية. حاليا تم الانتهاء من فندق الماسة بالكامل، المنشآت والمباني الحكومية تم الانتهاء منها بالكامل، مجموعة كبيرة جدا من المشروعات في المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بالكامل، وإن شاء الله في استكمال باقي الأعمال حتى يتم نقل الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية ويتم استكمال باقي الأعمال من البنية الداخلية داخل العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف تكون نقطة يرى منها العالم مصر جديدة على أرض الواقع. النقطة الثانية أو الخبر الثاني معانا النهاردة هو أن الرئيس بيوصي بالاهتمام بشبه جزيرة سيناء واستكمال التنمية المتكاملة على أرض سيناء، استكمال المشروعات الجديدة على أرض سيناء. احنا شفنا طبعا مجموعة من الأعمال اللي سيادة الرئيس أشرف عليها، وكان في بدايتها مجموعة الأنفاق اللي اتعملت عشان توصل سيناء بأرض مصرنا الحبيبة بعد ما كان في نفق واحد هو نفق الشهيد أحمد حمدي. النهاردة في أكتر من نفق تم عملهم بالفعل وجاري استكمال الأعمال فيهم. قناة السويس الجديدة، مشروع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كل دي حاجات بتعمل تلاحم اهتم بيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضم شبه جزيرة سيناء للكيان الاقتصادي المصري عشان تدخل جوه بوتقة مصر من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاستثمارية، من الناحية السياحية. الرئيس مهتم جدا بشبه جزيرة سيناء ومولي إليها اهتمام متكامل، وفي الفترة القادمة هنشوف مجموعة من المشروعات على أرض الواقع على أرض سيناء إن شاء الله. النهاردة هيكون معانا حلقة غريبة شوية، في معانا اتنين ضيوف مجالات اهتمامهم وعملهم وخبرتهم مختلفة عن بعض تماما، لكن احنا هنلتقي بيهم في نقطة وهي الهدف في الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا. هيكون معانا سيادة النائبة دكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب. مساء الخير يا هالة. هنا مساء الخير. مساء الخير على كل مشاهدينك الكرام. الله يخليك تعيشي، منورانا إن شاء الله. الله يخليك. وهيكون معانا المهندس محمد غباشي، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة. مساء الخير محمد. مساء النور يا فندم. أهلا بيك. أهلا بمشاهدينك. في البداية هنتكلم عن موقف السوق والاقتصاد المصري بعد جناح الكورونا. عايزين نشوف أخبار المشروعات الصغيرة المتوسطة بعد الخروج من أزمة كورونا أو بداية الخروج منها. هل المشروعات الصغيرة المتوسطة اتأثرت بالفترة بتاعت الكورونا، ولا المبادرات اللي الدولة قدمتها لمساعدة الصناعة ومساعدة المشروعات الصغيرة المتوسطة قدرت إن هي تساعدهم إن هم يعبروا الممر الضيق اللي كلنا مرينا بيه في فترة الكورونا الثلاث أربع شهور اللي فاتوا؟ في الحقيقة إن لا مفر إن مصر اتأثرت، لكل العالم ما اتأثر من نوع من أنواع الانكماش الاقتصادي اللي موجود، والانكماش ده ما كانش موجود بس عندنا، ده في العالم ككل. إذن إحنا متأثرين أيضا،
لكن في الحقيقة مع بداية خروج هذه الجائحة وانحصارها زي ما حضرتك بتقول، لا احنا اثبتنا ان احنا لنا اقتصاد مش بالشكل القوي، لكن على الاقل بالشكل المرن المتأقلم مع وجود هذه الجائحة. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالذات كان لها تأثير في قطاعات معينة من نوع من أنواع الانكماش، وأيضا تم استغلال هذه الجائحة في نوع من أنواع الانفراجة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زي مثلا لما بنتكلم على الكحول، إنتاج الكحول كان في بدأت مصانع كتير جدا في إنتاج الكحول، وبقى في مستلزمات إنتاج الكحول زي العبوات زي العلب الستيكرز، كل دي كانت صناعات بدأت في نوع من أنواع استغلال الفرصة انتعشت في هذه الأزمة. النقطة الثانية كمان زي ما حضرتك شفت واحنا كلنا لامسين، ان اصبح لدينا شريحة كبيرة جدا من المصانع اللي بتنتج الكمامات، الكمامات بكل انواعها مش بس الكمامات الطبية، ولكن ايضا الكمامات القماشية الاستهلاكية للانتاج. زي ما شفنا احنا خلال الفترة اللي فاتت كان في حوالي 1,000,000 كمامة في التموين عشان نقدر ان هي يبيعوها على البطائق التموينية باسعار مخفضة، فدي أدت أيضا لنوع من أنواع الانتعاش في قطاع معين. لكن أكيد أن في قطاعات أخرى تم التأثير منها تأثير بيها، لما يبقى في نوع من أنواع الانكماش الاقتصادي فبالتالي تم تقريبا الانتاج الاستهلاكي وقف شوية بعض ما، زي مثلا السلع المعمرة، الثلاجات، الغسالات، السلع المعمرة دي كلها تأثرت، حتى المنسوجات اتأثرت تأثير قوي جدا، وخاصة مصانع النسيج اللي هي كانت بتنتج معتمدة تمام الاعتماد على المناطق السياحية برضو تأثرت تأثير قوي جدا. لكن في نفس الوقت احنا عدينا من هذا النفق زي ما حضرتك قلت كده بسلام، وان شاء الله هنكمل بسلام، نتيجة لان الدولة خدت بعض الاجراءات الاحتراضية اللي كانت عشان تدعم هذا القطاع بالذات، لان كلنا مؤمنين اذا كنا قيادة سياسية او حكومة او حتى مجلس نواب او افراد ومجتمعات عادية، مؤمنين ان المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي فعلا المرحلة القادمة احنا لازم نركز عليها، وان الملف ده هو العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد المصري في الفترة القادمة. فبالتالي تأثرنا نعم، ولكن قدرنا نقتحم هذا التأثير ببعض من التعافي القوي للمرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب باشمهندس محمد أسألك نفس السؤال على القطاع العقاري. التداعيات من أزمة كورونا أثرت على السوق الاقتصادي في مصر عموما ومن ضمن السوق العقاري. وإحنا النهاردة خلاص في على مشارف الخروج من الأزمة أو تقريبا خرجنا خلاص منها. حضرتك شايف ايه اللي المفترض ان انتوا كجمعيه مطوري القاهره الجديده متخذينه او مرتبينه من اجراءات لتسهيل حركه العقارات في السوق او تيسير حركه العقارات في السوق العقاري عموما وفي القاهره الجديده بصفه خاصه؟ تمام. هو طبعا ما فيش شك استكمالا لكلام الدكتوره هاله ان القطاع العقاري هو اتأثر، بس اقل القطاعات اللي اتأثرت بجائحة كورونا، بدليل ان الدولة لما جت دعمت القطاعات دعمت قطاع السياحة تأكيدا لكلام الدكتورة هالة، برضو دعمت قطاع الصناعة بتخفيض الغاز والكهرباء والضرائب تأثرت واتقسطت وكل الكلام ده كله تأكيدا لقوة القطاع العقاري، وتأكيدا بقى لدور المطورين اللي دايما بنلاقيه موجود. دور المطورين هو دايما داعم، جميع المطورين تقريبا في الفترة بتاعت جائحة كورونا تصدوا للمشاكل جائحة كورونا، جابهم مشكلة بطريقة ممكن تكون جات شوية على هامش ربح من أرباحهم، ولكن عملوا أنظمة سداد متنوعة جدا، وعملوا طولوا فترة السداد وقللوا طبعا المقدم عشان يشجعوا العميل يحفظوا السوق انه يتحرك. الله ينور عليك. وتفضل حركه السوق مستمره، دي مبادره كل فتره بالظبط، دي تدل ان دلت فتدل على قوه القطاع، قوه المطورين وعدم استسلامهم. يعني بعض القطاعات استسلمت
للمشكله وقعدوا في البيت. لا احنا ما قعدناش في البيت، احنا كجمعيه مطورين عقاريين كنا بنحفز الناس انها تشتغل من البيت لفتره معينه طبقا للقرارات السياديه في الدوله، وبعد كده بدانا ننزل وبقوه بمشاريع وبانظمه ماليه وحاجات مميزه جدا للعميل بحيث ان احنا نشجعه، وده دايما كان موجود. نشجعه بقى اونلاين، نشجعه من خلال برامج مثلا معينه على انت عارف كل الحياه النهارده بقى انتشار ديجيتال الموضوع يعني من الديجيتال عن طريق الديجيتال بالظبط كده. فدي مبادرات من جانب جمعيه المطورين، مبادرات من الشركات العقاريه نفسها، وفي نفس الوقت الحكومه عارفه ده كويس ان القطاع العقاري من اقوى القطاعات فما احتاجش لدعم مباشر. يعني هو الدعم كان غير مباشر مش مباشر. تمام. طيب دكتوره هاله، حضرتك شايفه القطاع المشروعات القصيره المتوسطه احنا كنا اتكلمنا قبل كده عنه، هل هو كان محتاج مجموعه من القوانين او التسهيلات او محتاج من الدوله موقف معين يشجع المشروعات دي انها تكتر او تزيد او تنتشر اكتر؟ اكيد طبعا. هو طبعا زي ما حضرتك تعلم ان خلال الفتره اللي فاتت كان في بعض المبادرات وخاصه خرجت من البنك المركزي بالتقسيط للقروض ويمكن المشروعات كمان الكبيره مش المشروعات، وتاجيل الاقساط لمده 6 اشهر، واتبنى عليها كمان ان الهيئه العامه للرقابه الماليه اصدرت قرار بتاجيل المايكرو فاينانس اللي هو الاقراض متناهي الصغر لثلاث شهور وليس ل6 اشهر، وده كان متاح برغبه العميل نفسه اذا كان هو متضرر، لان طبعا القطاع ده كان فيه قطاع كبير جدا هو القطاع الغذائي ما تضررش، بالعكس ده يمكن اكثر القطاعات استفاده وانتعاش فيها. فكان فيها جزء مهم جدا ان كان في جزء منتعش، فما كانش يجب ان هو ياجل هذه الاقساط بالنسبه له. لكن كان في جزء مهم جدا تاجيل الاقساط في المايكرو فاينانس زي الناس بتاعت القهاوي مثلا، الناس الكافيهات والكافيتريات ودول كلهم طبعا كلهم اكيد كانوا متضررين ضرر فادح، فكان يجب ان احنا ناجل لهم ال3 شهور، وفعلا ده حصل من خلال كل من يعمل في الاقراض متناهي الصغر في مصر. في الحقيقه دي كانت مبادره جيده جدا، لكن هل احنا محتاجين مبادره اخرى داخل هذا القطاع؟ طبعا احنا محتاجين مبادرات كثيره داخل هذا القطاع لاعاده هيكله هذا القطاع مره اخرى ورسم سياسه واضحه للمشروعات الصغيره في مصر. في الحقيقه احنا يمكن كنت بحارب زي ما حضرتك عارف بقى لي 4 سنين عشان يخرج قانون مشروعات صغيرة، والحمد لله خرج للنور الحمد لله بعد ما قعدنا فترة طويلة جدا نتناقش فيه، وسيادة الرئيس صدق عليه، والحمد لله دلوقتي احنا منتظرين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اللي بتمنى ان شاء الله من الحكومة ان هي تخرج قبل المجلس ده ما ينتهي. انا اتمنى لهذا يعني ان شاء الله ان هي كمان تخرج محفزة وهادفة لنفس مواد القانون وليست معقلة أو مفرغة للقانون بعض مواد القانون عن فحواها والأداء بتاعها. في الحقيقة بتمنى هذا يعني إن شاء الله، وأنا متفائلة خير إن شاء الله مع وجود وزيرة الصناعة بتعمل أساسا كانت في هذا القطاع لفترة طويلة جدا. لكن خلينا نقول هل إحنا محتاجين القانون بس؟ لا طبعا مش القانون فقط، القانون هو أداة لتسهيل عمل هذه المشروعات. القانون بيتيح فرص كبيرة جدا في أن الشاب يقدر ياخد في خلال 72 ساعة رخصة على طول، أنه هو يقدر أن يبقى فيه مسؤولية كاملة عن قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وهو يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أن احنا يكون في دعم لقطاعات بعينها زي الصناعات الحرفية واليدوية وخلافه. يعني في اتاحات كثيرة جدا في القانون وتحفيزات كبيرة جدا في القانون في المرحلة اللي جاية للشباب اللي هو عنده فكرة وعايز يبدأ، ثم أيضا للشباب اللي عايز يشتغل وما عندوش فكرة، وأيضا للقطاع الغير رسمي. يعني احنا عندنا اللي هو القطاع الموازي الغير مقيد باوراق بالظبط كده، لان ناس كتير ناس كتيره جدا بيبقى عندها الرغبه ان هي تقنن وضعها، لكن انت عندك 8 موافقات من 8 جهات مختلفه ممكن تخوفك انك تروح، يا ريت بتخوفه وبتعرقله اساسا الموافقات، يعني عامله له مشاكل كتيره جدا مع ان هو كان
دلوقتي شغال من غير ورق وشغال كويس جدا، وما هو وبالنسبه له هو معلش سوري اللي بيقدمه للمحليات وخلافه ده بيغنيه عن انه يدخل ده تحت مظله قطاع الضرائب والكلام ده. لكن احنا القانون عمل كمان في نقطه الضرائب دي جزء محفز جدا للقطاع الغير رسمي، ان هو عطاله ضريبه مقطوعه سنويه، يعني انت عارف وبسيطه جدا، انت عارف من اول السنه انت هتدفع في نهايه السنه مبلغ قد ايه بالظبط. فبالتالي اذا كان هو التشريع هو محفز، ايوه هو محفز للعمل وميسر ايضا للعمل، لكن ليس هو كل شيء في الحقيقه. لازم يبقى عندنا استراتيجيه واضحه لعمل المشروعات الصغيره. المشروعات الصغيره عمرها ما بتقوم زي ما تجارب دول كتيره جدا حوالينا نجحت فيها، زي الصين ما نجحت، زي الهند ما نجحت، ودول يمكن اقرب ناس لينا، من يمكن الهند اقرب لثقافتنا شويه واقرب للتجمعات السكانيه والارتباط والتماسك، ان فعلا ما ينفعش اعمل مجمع مشروعات صغيره بعيد عن الكتله السكانيه. نجاح المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر هي الالتصاق بالكتله السكانيه، ودي رقم واحد. انا ما بقولش ان هي تكون مخله للبيئه او خلافه، لا بالعكس، بس تبقى مكان اقامتهم مواتي لمكان عملهم عشان يقدروا يشتغلوا وينتجوا كويس. بالظبط. وزائد كمان ان انا ما كلفش تكلفه المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر تكلفه نقل، لان انا المشروعات الصغيره دي انت منافس، انت داخل لسوق منافس قوي جدا، واحنا يمكن ما بنعتمد على السوق الاستهلاكي المصري فقط، ما بتبقاش رؤيه واضحه بالنسبه لنا. ما ينفعش، لازم يبقى عندنا رؤيه مستقبليه للسوق الافريقي والسوق العالمي. فهي استراتيجيه يعني متكامله، نقدر ان احنا نضع هذه الاستراتيجيه ان احنا باماكنها بالاكشن بلان بتاعها، الخطه التنفيذيه الاساسيه ليها، ان احنا هنا هننتج في المنطقه دي هننتج كذا، في الصعيد هننتج كذا، في بحري هننتج كذا. لازم يبقى عندنا رؤيه واضحه داخل الحكومه لوضع لتنفيذ هذا القانون اللي تم خروجه بعد تعب طويل وسنين مكافحه طويله لناس بعينها، انه يخرج ويتم تطبيقه على استراتيجيه موضوعه حقيقيه بثقافة المجتمع المصري. ودي نقطة عليها 20 خط، يعني ما ينفعش اجي اقول في منطقة ارياف كل حياتهم عايشة على الدواجن ومثلا وزراعة الرز والاسماك واستزراع السمك، واجي اقول لهم تعالوا هديكوا حاجة تكنولوجي، فعش. لازم اشوف الثقافة بتاعتي فين اللي تتماشى مع ثقافتهم، واقدر اطبق ده على ارض الواقع. ودي نقطة مهمة جدا. تمام. طيب باشمهندس محمد، حضرتك شايف يعني منطقه القاهره الجديده والتجمع الخامس هي قاطره من احد القاطرات السريعه جدا اللي بتجري في الاستثمار العقاري، منطقه مطلوبه جدا طبعا، هي تتقدمها العاصمه الاداريه يعني حاليا بوجود العاصمه الاداريه، ويمكن يعني بامتداد الامتداد الطبيعي للمنطقه بتاعه القاهره الجديده لما وصلت لشارع محمد بن زايد بقت ملاصقه للعاصمه الاداريه، فاكيد الطلب عندكم زايد. هل في تحديات معينة بتواجهكم كمطورين عقاريين في منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس محتاجينها عشان تسهل حركة السوق أكتر؟ طبعا تأكيدا لكلام حضرتك، منطقة القاهرة الجديدة هي همزة الوصل بين القاهرة القديمة والعاصمة الإدارية الجديدة. تمام. هي اللي هتخدم أصلا المناطق الخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي ملاصقة ليها بيفصل ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة هو الدائري الأوسطي. بالظبط. فطبعا هي ملاصقة ليها، فبالتالي هي اللي هتدعم العاصمة الإدارية الجديدة. القاهرة الجديدة فيها مناطق واعدة جدا جدا وملاصقة برضه للعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن فيها بعض المعوقات أو بعض الحاجات اللي بتعطل عملية الاستثمار فيها، زي مثلا الرخص. النهارده عشان أنا كمواطن أجي أطلع رخصة مباني بتقدم لجهاز المدينة، جهاز المدينة بياخد الطلب، بروح المجمع العشرية، المجمع العشرية للدفاع المدني، الدفاع المدني رجع للدفاع المدني تاني وهكذا. يعني بيروقراطية، انا باخد 6 شهور و7 شهور، انا بخلي بجمد الفلوس بتاعة المستثمر لمدة 6 7 شهور على ما يطلع قرار، على ما يطلع الترخيص. فانت بتعطلني وبتجمد الاستثمار اللي في الاخر في تكلفة بتضاف على الوحدة اللي انا ببيعها. صحيح. ما تكلفه الاستثمار دي انا اللي بتحملها في الاخر، ما انا بحسبها على تكلفه الوحده. بالظبط. مين اللي بتاثر ومين اللي بيدفع التكلفه دي؟ هو العميل اللي بيشتري الوحده. طب ليه ما يبقاش في حاجه زي الصندوق الواحد؟ يعني انا افتكر زمان قبل ما دكتور محمود محي الدين يبقى وزير الاستثمار،
اما كان بيقول هعمل الصندوق الشباك الواحد للمستثمرين ولاقامه الشركات المساهمه، كانت الناس مش مصدقه يعني. يعني انا فاكر كنت في لقاء شخصي معاه وقلت له ازاي يعني، يعني الناس عشان تعمل شركه مساهمه بتقعد من 6 شهور لسنه. قال لي اعمل شركه مساهمه في 24 ساعه. قلت له ازاي؟ قال لي شباك واحد يتعين فيه كل شغلهم ويقعدوا وحاجاتهم تخلص هم قاعدين. وبالفعل النهارده الشركات المساهمه بتتاسس وتتعمل وتخلص في 24 ساعه. حتى بنك اسكندريه له فرع جوه الاستثمار، افتح الحساب وتحولي فيه الفلوس وتعملي الشركه وانت قاعده يعني. طب ليه 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 بقى رخص المباني ما تبقاش كده؟ يا فندم في بره احنا كمصريين كنا عاملين بالخارج او لازالوا عاملين بالخارج، احنا اللي وضعنا النظام، احنا اللي وضعنا نظام رخص المباني بتبقى اونلاين. بدخل بيانات العقار او الارض اللي انا عايز اطلع لها ترخيص مباني، وادخل كل الرسومات المعماريه الخاصه بيها و و و وخلاص بتتراجع وبتعتمد، بروح ادفع رسوم شكرا استلم رخصتك. الموضوع ده في غايه الخطوره، الموضوع ده بيعطل ايدي عامله، بيعطل شركات باستثمارات ضخمه. يعني احنا اتكلمنا عن منطقه بس واحده بس، منطقه بيت الوطن فيها ما يقرب من 17000 قطعه ارض. 17000 قطعه ارض النهارده لو كل قطعه ارض اتبنت ب 4 مليون، انت بتتكلم حضرتك فيما يقرب من 75 مليار جنيه. طب انت في المنطقه دي لوحدها بتتكلم في حجم استثمارات يوصل ل 180 مليار جنيه في 17000 قطعه ارض. المرافق النهارده متاخره فيها، ده جزء تاني او سبب من معوقات الحركة البيع. ليه؟ لان العميل لما بيجي يشتري على رخصة ويجي يشتري يلاقي ارض فيها اعمدة انارة وفيها شوارع مغصوفة، غير لما ما يلاقيش الكلام ده بيخاف جدا. العميل محتاج الثقة، هو العميل بيروح يجري ورا الثقة. احنا محتاجين من الدولة ان هي تكون مظلة للمطورين العقاريين. وجود سيادة النائبة انا بطالب بسرعة اصدار قانون المطورين العقاريين، لانه بيحميني كمطور عقاري وبيحمي المشتري وبيديله حقوقه كاملة وبيحافظ عليها، فبالتالي هيبقى فيه ثقة ما بين الطرفين، هيشجع ويسرع على حركة البيع. فبالتالي ده ايه؟ ده القطاع العقاري بيساهم ب20% من الاقتصاد القومي. انت عارف احنا كنا قدمنا مقترح بعمل عقد موحد، يعني عقد موحد لبيع الوحدة، مش هو يعمل عقد بمزاجه وده يعمل عقد بمزاجه، لا عقد موحد الدولة تعتمده وهو ده اللي ينفع تشتري بيه وحدة سكنية. دي من أهداف الجمعية. وفي بعض الدول برة لما بتطلع لك رخصة مباني المبنى مثلا فيه 10 وحدات بتطلع لك 10 عقود صحيح تديهم لك بأرقامهم موثقة موثقة. انت تبيعي للدكتورة هالة هي تمضي على واحد وانت واحد وتسلمي واحد للدولة خلاص، هي بقت عارفة ان دي بقت واحدة بتاع الدكتورة هالة. فمفيش اي مجال للمطور ان هو لا هو يتظلم من المشتري ولا بالعكس. حاليا النظام ده في العاصمة الإدارية الجديدة، العاصمة بقى عشان الموضوع مترتب من الأول عشان الموضوع من الأول مترتب يعني مش متساب. هو الموضوع من الأول انت بتاخد قطعة أرض بتقسط تمنها وتنفذها في خلال 4 سنين مع خطه زمنيه للتنفيذ، وهو بيتابعك يوم بيوم بيشوفك بتعمل ايه. فهو مش سايبك بعد 4 سنين يقول لك ايه ده انت ما بنيتيش ليه؟ طب ادفعك غرامه. لا مش هسيبك ل 4 سنين، هو هيجيبك قبلهم بكتير يعني. بعد شهر هيقول لك انت شغاله ليه؟ تعالي اشتغلي وهكذا يعني. هو زي ما حضرتك قلت كده، هو الموضوع مترتب في العاصمه الاداريه الجديده، مش صعب يا فندم يترتب في المدن الجديده جد. مش صعب لان هي تحت سيطره الاجهزه. هي المدن الجديده فيها بعض الاشكاليات، يعني انا شايفه حتى المدن الجديده في التصالحات البناء فيها بعض الاشكاليات البسيطه، بس ارحم شويه المحليات. ايوه بالظبط ارحم المحليات. لا المحليات لا موضوع تاني كتير، ده فجوه كبيره جدا. طبعا المشكله كلها تتلخص في الدروف بالظبط وفي البيزمنت، في الروف وفي البدروم والبيزمنت، بس اللي هي الدوبلكس في الارض ده حقيقي وممكن تخلص في ما فيش يعني سهله جدا. طيب دكتوره هلا، كان في مقترح احنا كنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت واحنا مع بعض، ان المشروعات الصغيره المتوسطه دي محتاجه بالفعل يبقى لها وزاره تدافع عنها وتجيب لهم حقوقهم وتعرف تساعدهم، لان وزاره الصناعه مش هتبقى عندها وقت كافي للنوع اللي مش كبير قوي من الاستثمارات ده، مع ان ده كبير بالنسبه للنتيجه طبعا. ده هيشغل ايدي عامله مصريه كتير جدا ويطلع ممكن منتج راقي جدا ينفع يتصدر يعني يعني مثلا في منطقه زي الحرانيه دي مثلا هنا في الجيزه بيطلعوا قماش منسوجات سجاجيد ومفارش وحاجه على مستوى عالمي وبتتصدر بره يعني. اكيد دول لو لقوا رعايه واهتمام اكتر هتتحول لمصانع بشكل كبير. لو في جهه
يعني لو أسستوا وزارة أو هيئة متخصصة بس في المشروعات الصغيرة المتوسطة. هو أنا هقول لحضرتك حاجة، ليه حضرتك ما بتقول كده؟ هي المشروعات متناهية الصغر والصغيرة قد تكون هي مشروعات استثمارية كبيرة جدا من وجهة نظر الدولة ومن وجهة نظر الأفراد، لكن بالنسبة للفرد هو مشروع صغير ومتناهي، يعني برأس مال صغير بمعدل دوران أموال سنوية قليلة جدا. لكن لو تم عمل الاستراتيجية اللي بتكلم حضرتك عليها المشروعات الصغيرة، وحولنا المدن زي ما حضرتك بتقول كده صناعات الحرفية مثلا في مدينة زي الحرانية، في مدينة زي فوة لصناعة الكريم، دي منطقة للسجاد، دي منطقة المنسوجات، دي منطقة الملابس الفرعونية، فتبقى في تباني من الدولة لهذه الصناعات. ويمكن أنا من الناس اللي حاربت حرب شديدة جدا عشان أحط بس مادة واحدة للصناعات الحرفية واليدوية والتراثية في قانون المشروعات الصغيرة في الحقيقه. اه طبعا كان مهم جدا بالنسبه لي، لان انا من فوق كفر الشيخ، ففوق كفر الشيخ دي فيها برضو كليم الكليم جدا جدا جدا، ولكن احنا مش قادرين نستغله بالشكل الكافي. والموضوع مش محتاج من ممارسات فعليه في الحقيقه، مش محتاج جهه ولا جمعيه ولا فرد ولا فردين، الموضوع محتاج رؤيه دوله، محتاج الدوله تنهض بهذه المشروعات بشكل قوي جدا. وقت ما كان الوزير محمد رشيد موجود كان في عندنا كان في عندنا هيئه تحديث الصناعه كانت موجوده، وكانت جايبه فند من بره عشان دعم عملوا في ماسكوا عمرو يعني عمرو بالغيط بالظبط كده. حضرتك متابع قوي معايا للموضوع، فكانوا عملوا طفره فعلا غير مسبوقه الصناعه دي، فعلا زقوها وعملوا وجابوا خبراء من بره عشان يقدروا ان هم يطوروها، يحافظوا على الصبغه التراثيه القديمه والموتيفة الأساسية لهذه الصناعات، وتتأقلم هذه الموتيفة وهذه الصبغة مع الذوق العالمي اللي موجود حاليا. فالمزج ما بين الاثنين ده كان حاجة في الحقيقة وهم بالنسبة لنا، يعني كان طفرة غير مسبوقة. وفي الحقيقة اللي خد نفس النسق ده في نفس التوقيت كانت الهند، والهند دلوقتي بتصدر بمليارات الدولارات من صناعة الكليم اليدوي عندهم وهذه الصناعة وتبني الدولة لهذه الصناعة. ففي الحقيقة ان التجمعات دي هي التجمعات الحقيقية اللي لازم نشتغل عليها. يعني مثلا لو اتكلمنا عن صناعات النسيج مثلا لصناعات معينة، الملابس، البلوزة بس او القميص الرجالي، لو اتكلمنا ان تبقى قرية متخصصة بهذه الصناعة لهذه الصناعة، هتخرج في الاخر حضرتك كونتينر تقدر تصدره، يبقى انت عندك انتاج كبير تقدر كأنه بالضبط طالع من مصنع كبير، تقدر حضرتك تجيب له مواد خام بسعر قليل لان هتجيب كميات كبيره تغطي كل هذه القريه من المنتج، هتجيب له حد متخصص في الدعم الفني والانتاج عشان يقدر يحدث يطلع كواليتي عالي فيقدر يصدر للدول الاوروبيه والدول الافريقيه في المرحله اللي جايه. فاذا موضوع ان الصناعات الصغيره ومتناهيه الصغر كل واحد يشتغل لوحده، موضوع طبعا اكيد مليون في الميه غير موفق على الاطلاق. ليه؟ لان المنتج هيكون تكلفته غاليه، جودته اقل من المطلوب ان حضرتك تنتج بيه، ودي هتبقى والتكلفه الغاليه على فكره ده مش من الفعل المنتج مش عالي الجوده، مش على مش بالشكل الجوده الكافيه. لكن لو اتكلمنا على كلاسترز كده، مجموعات من الانتاج، هي ده المستهدف بتاعه اللي المفروض نشتغل عليه في المرحله اللي جايه، ودي رؤيه لازم الدوله تضعها في الاعتبار. تمام. طيب بص يا محمد بيه، في موضوعين كده مهمين قوي في السوق العقاري عايز اسالك عليهم. اولا توقعاتك لحركه السوق العقاري من حيث الاسعار، يعني توقعاتك الفتره الجايه من شهر، احنا في شهر داخلين على شهر 8 لحد اخر السنه، توقعاتك على الاسعار الدنيا راح فين؟ خلينا نقول ان لم يحدث حدث اخر يعني 2020 دي معجزه في الحياه يعني كفايه كده عليها بصراحه. يعني تعدي على خير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خلينا نتفق ان السوق العقاري او جائحه كورونا قسمت العملاء لصنفين، صنف عارف كويس جدا هو عايز ايه تمام وده اللي نفذ واشترى اللي هو عايزه في الفتره اللي فاتت اثناء الازمه، فترة الشركات قدمت تنازلات الله ينور عليك، لكل أزمة فيها فرصة، فهو عرف وعايز ايه. وفي جزء تاني من العملاء
ده فضل ان هو حتى بدأ يسحب فلوسه من البنك يحطها في البيت، رجعنا زي الاول. بقى خايف، بقى مضطرب، بقى طب دلوقتي ايه الوضع؟ بس ده كان يعني موضوع يسحب فلوسه من البنك يحطها في البيت دي اللي لم ولو يعني بجزء عليه. صغير هو لا، هو كان عشان الذعر اللي كان يعني معمول بالزبط. من العاية ولو دخلت هتحتاج قد كده فلوس بالزبط. عشان تتعالج بالزبط. ومش عارف، فالناس بقت خايفه يقول لك لا اخلي مبلغ معايا في البيت انا بالزبط. مش عارف يحصل ايه بالليل، ما اعرفش اروح حقيقي. ده اللي حصل كده يعني. طب اللي حصل ده نتيجته ايه النهارده؟ خلاص الحمد لله كلنا بدانا نشتغل ونتعامل ونروح ونيجي. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه واقول لست النايبه، ازمه كورونا دي ورتنا، معلش انا اسف في التعبير، ان احنا عايشين في بلد ليها رئيس عارف هو بيعمل فيها ايه. صحيح. ليه؟ المتوقع ان انت كان بقى كيلو السكر ب 30 جنيه، صح، وبقيت مش لاقيه، ورغيف العيش كان بقى ب 5 جنيه وبقيت مش لاقيه. حصل في اكبر دوله في العالم بلاش فكره اسمها، حصل صح. في دول بعينها. انا اول يعني يوم قالوا ان في كورونا في البلد نزلت سوبر ماركت لقيت الناس بتعبي العربيات كان الحرب قامت. بالظبط. تاني يوم لقيت سوبر ماركت اتملى تاني. بالظبط. بعدها بيوم لقيت سوبر ماركت اتملى تاني. فواضح ان انت عندك جانب استراتيجي جوه الدوله عامل حساب للمخاطر. مزبوط. وده انا في وجهه نظري الشخصيه، ويمكن سياده النايبه تقول رايي على اللي انا هقوله وحضرتك برضو، البلد بقالنا اكتر من 3-4 سنين في حاله حرب. احنا بنحارب في سيناء بشكل منتظم. مزبوط. مع الارهاب ومع قوات الغريبه اللي بتيجي من بره ومن الدول الغريبه اللي قاعدين في كل شويه يعملوا مشاكل جوه المنطقه دي. فانت في اقتصاد حرب، هو مخليك تحس جوه البلد ان ما عندكش حاجه وانت بتحارب. صحيح. فوجود اقتصاد الحرب ده خلى يبقى فيه احتساب للازمه. يعني حتى لما جم يقفلوا الحاجات، لو حضرتك تتذكري جابوها بالراحه، قعدت الناس تقول هو احنا ليه ما نقفلش؟ هو احنا ليه فاتحين؟ طب اصبر، هو عارف هو بيعمل ايه؟ يعني صحيح. هي الدوله عارفه هي راحه بيك فين؟ عشان ما يحصلش ازمه، ما حصلش طابور عيش فيه ازمه، ما حصلش رغيف عيش فيه ازمه. ما حصلش كيلو سكر ولا اي حاجه صراحه. في الحقيقه دكتور يعني الحكومه دي بالذات بجد يعني اثبتت للعالم مش بس للمصريين قدرتها على اداره هذه الازمه بالذات. بالظبط. وان في عندنا خطه للازمات موجوده وبدائل احتياطيه موجوده. في الحقيقه انا يعني في كل مكان بشكر في الحكومه جدا في الجزء ده بالذات، اشاده قويه دور الحكومه حقيقة. في اداره ازمه جائحه كورونا. وفي حاجات الحكومه كانت بتعملها من فتره، النهارده طلعت في توقيت خدمت كل الناس، لقيت نتيجتها. حد كان يتخيل الحكومة كانت بتعمل حاجة معينة ما كانتش يمكن بعض الناس يقول لا دي ملهاش لازمة دلوقتي؟ طب النهاردة واحنا في الأزمة كان لها لازمة ونص جد، وقفت الدولة كلها على رجلها. بقى دي خطط. لا وانت لو دي حاجات محسوبة. الهدوء اللي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم فيه طبعا في وقت الأزمة. طبعا. الهدوء اللي هو كان بيتكلم بيه مع البلد وما تقلقوش والدنيا هتمشي والأزمة هتعدي، هو عامل حسابه حرب بره وجوه. بره وجوه بس عامل حسابه على كل حاجه. بتشوفي دول العالم على الـ على الـ على القنوات الفضائيه وعلى الانترنت دول فيها جنان بسبب الكورونا، وانت رغم ان انت اقتصاديا اقل منهم بكتير وامكانيات انا اقل منهم بكتير، لكن الامور عشان مترتبه للأحسن. فالموضوع ماشي للافضل. وسبحان الله زي حضرتك بتقولي باشمهندس، فعلا في حاجات اتعملت لو ما كانتش اتعملت كانت هتبقى أزمة رهيبة جدا. جد. زي التعليم، موضوع التابلت اللي كان فيه ناس كتيرة اللي كانوا ضده جدا ضده بقوة شديدة جدا. صحيح. دلوقتي لولا موضوع التابلت ده ما كناش كنا خسرنا سنة من عمر ولادنا. بالظبط. كنا خسرنا سنة لو ما كانش فيه تطور في فكرة التعليم. ومش سنة بس من عمر ولادنا، تخيل انت عندك السنة اللي جاية ثانوية عامة وثانوية عامة اللي هم بتوع سنة تانية اللي هم بتوع تانية. بالظبط. فأصبح في تكدس كبير جدا. كان هيتحل الأزمة دي ازاي؟ كانت هتتحل ازاي؟ فسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى سترها معانا ستر كبير، ومع الدكتور طارق شوقي بالذات في الحقيقه كوزير التعليم. بالظبط. طيب قول لي، بقول لك بقى توقعاتك لـ 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 للمناطق الأسعار. في السوق بص يا فندم، هي الاسعار هي الحاجه خلصت او خلاص الناس ما بقتش عايزه تسكن؟ ما اكيد الحاجه لسه موجوده. لا الحاجه دي موجوده على طول، فهي بس هي القصه كلها ايه؟ ان هي اتاخرت بعد مرور جائحه كورونا، فتأخرت يعني الطلب هيزيد، خصوصا بعد توجه الدولة في إيقاف ترخيص المباني في المناطق القديمة. ده هيخلي إيه؟ هيخلي في إقبال زيادة عن المجتمعات العمرانية الجديدة أو على المدن الجديدة، نتيجة إن الدولة أصلا هتعوض أصحاب الأراضي اللي في المدن القديمة بأراضي في المدن الجديدة، والطلب هيزيد على المدن الجديدة لقانونية المباني اللي موجودة حاليا.
فالطلب هيزيد، وغير ان الشركات العقاريه اللي كانت بتبني في مدينه نصر ومصر الجديده والمعادي كلها تتوجه النهارده للمدن الجديده. ليه؟ هي كانت لازم تتوجه، لان انت حتى الرقعه المتاحه جوه المجتمعات العمرانيه القديمه او المحليات، يعني اللي هي محافظه القاهره والجيزه ومصر الجديده ومش عارف، حتى المتاح فيها ما هوش كتير، يعني مش هيشجعك انك تعمل استثمارات على مده زمنيه طويله. والله كانوا بقى شغالين هي بس القيمه اللي كبيره، ان هو بياخد مثلا قطعه ارض ب 100 مليون جنيه، طب ما تاخد بيها كومباوند جوه المجتمعات العمرانيه الجديده، ايه اللي رميك على الزنقه دي؟ عشان كده انا خايف على العميل، خايف عليه، لان العقار طول عمره ما بيخسرش. عقار محدود القيمه طبعا، مخزن امن للقيمه طبعا، وعقار يعني استثمار امن. فالنهارده في بعض العملاء بيشدهم قوي السعر القليل، ما هو السعر القليل يعني قيمه اقل. اوعى تجري ورا السعر وتنسى القيمه، لان انت لو نسيت القيمه نسيت الجوده. بس هي العقارات جوه العقارات السليمه جوه ال 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 جوه المحليات قيمتها مش قليله، يعني متر ارض في مصر الجديده ومدينه نصر مش قليله، مش قليله، بس في ناس المدن في المحافظات مش قليله، ولا في طبعا ولا لا في لا لا لا. ولا في القرى اصلا مش قليلة. بالعكس، بس دلوقتي هتبدا تتوازن شويه. ما في القرى بقى مش انت عندك مشكله في القرى، يعني لو على كلام دكتوره هاله انت عندك مشكله في القرى، ان انت في القرى محتاج يعمل لك ظهير صحراوي عشان تبني فيه. صحيح. لان هم بيبنوا على ارض زراعيه ومفيش مخطط، وانت لازم تعمل له بديل اللي هو الحيز العمراني اللي هم عملوه، توسيع الحيز العمراني. صحيح. عشان ينفع يبني على اطراف المدن، مخطط مش هينفع يبني جوه البلد، هيفضل يبني جوه ارض زراعيه، لازم يبقى في مخطط مستقبلي جديد لهذه القرى والمدن، يحللهم الاسف، هم برضه عايزين يسكنوا، ما هيروحوا فين؟ وللاسف في مدن مقفوله بعينها، يعني في القرى وفي الارياف في مدن ظهير. ما عندهاش ظهير لانها بتحدها من كل النواحي، يعملوا لهم واحده جديده بقى في مكان تاني. هي دي المشكله بقى، فين بقى؟ يقلوها يعني يجيبوا لها مكان موجودة تاني، موجودة يا فندم، يعني زي ما عملوا مثلا نوبارية الجديدة مثلا، يعملوا مثلا البحيرة الجديدة وينقلوها في منطقة تانية زي المنصورة والمنصورة الجديدة. بالظبط، ما دي كانت برضه بس دي متاحة في محافظات ومحافظات لا. بالظبط، يعني احنا عندنا مثلا في كفر الشيخ مفيش للأسف، دي عندنا مشكلة رهيبة جدا، ده مفيش الهوا. طيب أنا عايز أحريك على حاجة كفكرة، يعني المشروعات الصغيرة المتوسطة دي هي بتلم مجموعة من الناس اللي عايزة تعمل مشروعات صغيرة وتطلع منتج كويس، ممكن بدعم من الدولة أو بتقديم خبرة زي ما حضرتك بتقولي. طب ليه ده ما يتحولش إلى شكل الجذب للاستثمارات الخارجية؟ لأن احنا نعمل مثلا مجمع مثلا للسجاد اليدوي، يبقى باستثمارات خارجية بأيدي مصرية، والمنتج ده يطلع يتصدر، يعني يبقى منها انك جبتي استثمار من بره وهو متأكد انه هيكسب، يعني مفيش فصال انه هيكسب، لأن احنا في مصر عندنا مشكلتين. لو انتوا النهارده كجهات بتمثلوا الشعب قدرتوا انكم تعالجوه، المشكله الاولى هي الجوده النهائيه للمنتج اللي هي الفينش زي ما بيقولوا، اللي بيقولوا عليه بالبلدي الامبلاج، يعني التغليفه بس بتاعت المنتج حلو جدا بس التقفيله بتاعته عايزه تشطيب والتغليف والشكل الجمالي تتظبط السنه برواز، يعني بس العلبه مهندس استاذ في الحكايه دي لانهم بتوع العقارات ديكور، يعني عايزين حته الديكور دي كويس. والحاجه الثانيه عايزين اللي يعرف يبيع المنتج ده بره، يعني انا كنت بشوف ناس زمان تسويق بيتقال عليهم ما تفهميش بقى تجار شنطه سمسره ايا كانوا بيروحوا ياخدوا المنتجات زي حضرتك بتقولي عليها دي ومسافروا بره بيبيعوها غاليه جدا. أيوة. بس هو بياخدها شخصي، هو بياخدها معاه في شنطتين وياخد بيهم جناح في اوتيل ولا في معرض ولا في حاجه ويبيعهم بالرقم اللي هو عايزه كويس. ليه انتوا عن طريق المنظومه دي ما تعملوش زي مجمع مثلا في كل مكان، مجمع مثلا للصناعات اليدويه لصناعه الكلين مثلا في فوه مثلا، مجمع حاجه عاليه جدا بقرض من احد البنوك الداعمه من بره، براس مال استثمار خارجي يدخل شريك في البروجكت ويجيبوا الايدي العامله المحترفه دي، ويبقى في رقابه عليها شويه، يعلموهم شويه دورات تدريبيه تعلي شويه من الجوده وتعلي المنتج النهائي، ويخرج في الاخر كل الناس كسبان. والله يا دكتور حضرتك بتقرا اللي احنا كنا بنتكلم فيه تقريبا، انت كنت موجود معانا. لا والله فعايز اقول لحضرتك الفكره طبعا اكيد لازم تتعمل بهذا الشكل، لكن اللي عايز اقول لحضرتك بقى ان القانون نفسه فيه ماده موجوده بتتكلم
في مسرعات الأعمال أو الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. يعني في مادة من مواد القانون، وأنا على ما أتذكر هي المادة 28 أو 48 على ما أتذكر، هذا إن هذه المادة فيها بيتيح لأول مرة في مصر إن تقوم شركات لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. فهي نفس الفكرة اللي حضرتك بتقولها، بحيث إن هذه الشركات بس مش استثمارات جاية من بره، لا ده ممكن كمان البنوك تدعمها. يعني ممكن كمان ياخد قرض من البنوك المصرية ويقدر إن هو يشتغل مع مجموعة شباب يملكوا مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويديهم الدعم الفني والدعم التقني الكامل، وهو يبقى صاحب التسويق لهذه المنتجات. ففي الحقيقة الفكرة هي كأنها متفصلة على نفس مادة القانون. فحضرتك أكيد كنت موجود معانا. لا والله، بس أنا شايف إن هي محتاجة ده. هو لازم ده، هو مش هي ده أمر ضروري جدا، لأن مفيش شاب لسه متخرج من الجامعة أو مثلا بقاله سنتين ثلاثة وبيدور على مشروع ودرس المشروع بتاعه ودرس السوق، هيقدر إن هو يقتحم السوق اللي فيه منتجات جايه لك من الصين معلش باسعار خياليه، باسعار بسيطه جدا، وان هو هينتج نفس المنتج بنفس الجوده بنفس السعر؟ لا يمكن. اكيد سعره هيبقى اعلى، واكيد المنتجات حتى التركيه نفسها بتاعت المنسوجات، يعني انا يعني كنت قاعده مع مجموعه من متضررين من في الحقيقه المنتجات التركيه، ضرر منها ضرر فظيع على صناعتهم، لان هم بيصنعوا منتجات شيك جدا وراقيه جدا، ولكن تكلفتها غاليه. بالظبط، التكلفه بتاعتها هي بيقول لك مثلا تكلفه الكهرباء بتاعتي كذا، تكلفه العامل كذا، تكلفه الغاز كذا، تكلفه النقل، العامل، التأمينات، طب قولوا لنا نعمل ايه عشان نقلل التكلفة. فبالتالي هو مش هيقدر لوحده ابدا. الدولة لازم تدعم هذا، وتدعم امتى؟ لما تبقى مجموعات من خلال شركات استثمارية. في دول بدون ذكر اسماء كانت بتقول لك مثلا انت المنتج بتاعك ده لو هتصدره هتطلع تشارك مثلا في معرض بره بجناح للمنتجات مثلا كذا، دولة كذا. خلاص احنا بندعمك 60%. ده حقيقي. لو واخد جناح مكلفك 10000 دولار هتدفع 4000 دولار. ده حقيقي. ويشيل لك كل الضرايب اللي عليك جوه البلد. يشيلها لك خالص. يرجع لك فلوس. احنا على فكره دول كتيره كده، مش دوله او اتنين، ده دول كتير، وخاصه الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي تقريبا معظمهم بيشتغلوا بالطريقه بدعم الصادرات بقوه كبيره. طبعا هو عايز يخرج المنتج بتاعه. صحيح. يعني هو عايز يخرج المنتج بتاعه. احنا كعقاريين محتاجين مظله لتصدير العقار. احنا دلوقتي بعد جائحة كورونا الناس ما بقتش تتحرك زي الاول. ما هو بص، فاحنا عايزين نروح للعميل. حلو. عشان يبقى في مظلة لتصدير العقار في طريقتين. طريقة عن طريق ان احنا عندنا في العقار عندنا جاب، زي ما دكتورة هالة كده بتتكلم في الصناعة. احنا عندنا في العقار جاب. ايه هو بقى؟ ان المطورين الكبار والاسماء العملاقة اللي معاها مساحات كبيرة جدا من المشروعات بيقدر ان هو يصرف على الميديا بارقام كبيره جدا. ممكن تكون انت عندك منتج يحاكيه في الجوده، لكن ما عندكش امكانيات الفاسيلتيز اللي عنده انك تصرف، ما عندكش الكوست اللي تتحمله من سعر وحدتك انك تصرف عليها دعايه بالشكل ده. فالحل البديل عندك ان النهارده الاتحادات اللي بتتعامل العقاريين او غرفه التطوير العقاري تحط جواها، تفرده ان يبقى جواها جزء للشركات المتوسطه تصنيع، ان لازم دي تبقى متشافه. يعني انا مش هفضل ابص على الكبار. طب ما هو الصغيرين دول برضو، ما هم دول اللي بيعملوا السوق بجد. مش الكبار. صحيح. يعني النهارده حضرتك تبصي في منطقه زي القاهره الجديده او زي الشروق او زي 6 اكتوبر او زي الشيخ زايد، تلاقي مثلا الشركات المتوسطه دي عنده مثلا 20 قطعه. ال 20 قطعه دول يوازوا كومباوند، بس هو ما عرفش يجيب كومباوند. كويس. لكن هو بيطلع جوده وبيسلم الناس وبيبني بفنش كويس يعني جدا وعنده تراست كويس جدا واسم، بس هو ما يقدرش ياخد مشروع كبير على بعضه. ما يقدرش. فالمفترض ان انتوا جوه المنظومات اللي بقى بتتعمل النهارده. يعني النهارده كان في مبادره بين اتحاد المطورين وبين البنك المركزي عشان الـ غرفه المطورين تاخد دعم من البنوك، والبنوك تزقهم ان هي تمول عقار. المفروض ان انتوا يبقى لكم مناف ده. يعني لازم انتوا جوه الغرفة لازم يبقى لكم عدد كراسي، وتقولوا احنا من حقنا يا جماعة انكم تتكلموا باسمنا. وفي حاجة مهمة جدا تسمح لي وفي حضرتك ان انا اقولها، ان لازم يبقى في منتج
بيحاكي ما بين المطورين العقاريين وما بين البنوك، بيحاكي الطبقة المتوسطة. بالظبط. والمنتج ده للأسف في مصر مش موجود، مش وحتى لو متوفر بشريحة قليلة جدا كمية جدا قليلة. جدا، وبعدين فيها عراقيل غير طبيعية بالنسبة للبنك. يعني أنا أفتكر إن البنك المركزي عمل مبادرة بتاعت 5% أيام الأزمة بتاعت كورونا في بالزبط. تاني شهر أو تالت شهر مع بعض من المستثمرين العقاريين. في الحقيقة كانت مبادرة كويسة، لكن ناس كتيرة جدا وقفت. ليه؟ عايز حوالي 12 بند موجود عشان يقدر ان هو، طب ما خد يا عم، خد الوحده رهن عقاري الضمان. بس ما هو بيشترط يا فندم انه عشان يمول الوحده لازم تكون مكتمله وفيها مرافق، بيشترط ان هي تكون مسجله، بيشترط ان الوحده دي يكون صاحبها الدخل بتاعه يعني 40% منه يغطي قيمه القسط، فبرضه ما تزيدش عن 150 متر، ما تزيدش عن 2 مليون جنيه. لا، وده مش منطقي، موجود في كل دول العالم. لا، انت المورجج في العالم لازم تقول لك لا من غير شروط. انا اقدر ان انا الشرط. ادخل الوحده هي دي، هي رهن البنك، هي بالنسبه لي هي الضمان. انا مش هاخد عقد ملكيه الوحده غير لما اخلص كل اصلا. يا ريت بقى حضراتكم تراجعوا قانون التمويل العقاري، ده هيفيد وهينعش حركه السوق العقاري في مصر. والله بالضبط. هتفرق مع الناس بره كتير. بره الفايده على التمويل العقاري 3-4%. طبعا. لا طبعا، هي دي بتتحسب بطريقه تانية في البنك المركزي. بتتحسب على اقراض شخصي. بالضبط. مش على تمويل عقاري. مش على تمويل عقاري خالص. ده مش تمويل عقاري. بتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه لو عايزين اليه بس يا فندم توفروا لنا بيها كشركات متوسطه وصغيره، توفروا لنا بيها ان احنا نشتري ارض كشركات. مفيش اليه كشركات متوسطه وصغيره، شركات متوسطه وصغيره انها تاخد اراضي اصلا بشكل مباشر، ده بشكل عام بقى مباشر. سواء في الصناعه او في الاستثمار العقاري او في يعني ايا كان الشركات الصغيره والمتوسطه لها باب مخصص للعقار وشراء العقارات، وخاصه كمان 25% اللي هي التاجير التمويلي. التاجير التمويلي، وان كمان الكلام ده عايز يتفعل بقى. ده لسه ما طلعتش اللائحه التنفيذيه. ما هو ده قانون مشروعات صغيره اللي احنا بنتكلم فيه. يعني اللي هو دلوقتي تقدر تاخدها حق انتفاع لغاية فترة معينة، او تدفع ايجار لغاية ما تتملكها. فبالتالي بيتاح لك الفرصة ان انت تقدر تعمل ده من خلال قانون مشروع صغير. يا ريت بقى آلية التنفيذ. ما هي ده اللي انا بتكلم فيه. يا رب ما يكونش اللائحة التنفيذية تفرغ القانون عن فحواه ومحتواه. ان شاء الله. يا رب. المنتظر هطلع في خلال الفترة اللي جاية. يا رب. انا عارفة يعني متابعة من بعيد ان شاء الله، يعني اعتقد ان 60% من اللائحة خلصت. يعني ان شاء الله تخرج ان شاء الله. انا طبعا سعيد جدا بلقائكم. الوقت طبعا قليل جدا عليكم، يعني انتوا عايزين حلقات وحلقات. الوقت معاك دايما يا دكتور. ربنا يخليك من ذوقك. والله يا دكتور ربنا يخليك. ربنا يخليك يا دكتور. ربنا يخليك. شكرا. طبعا انا بتقدم لك بخالص الشكر، وانا عارف ان انت بتيجي على مشقه، ان انت بتجي لنا من اسكندريه يعني. فربنا يديك الصحه ودايما كده الدافع عن حقوق المصريين اللي اختاروكي واللي خلوكي تتكلمي باسمهم. يا رب. وناخد منك كلمة أخيرة كده للبرنامج. بتمنى إن شاء الله يا رب إن إحنا دايما، أنت قلت في بداية البرنامج، بنبني مصر جديدة. استكمال مصر الجديدة دي نبقى كلنا على قلب رجل واحد في بناء مصر الجديدة، لأن المصريين حاسين بالتغيير وحاسين فعلا إن هما شايفين مجتمع جديد ما كانوش يحلموا بيه من سنوات طويلة. بعض من المصريين يمكن شايفين ان ده مش وقته. لا، هو ده وقته. بالزبط. وده وقته ان احنا لازم كلنا نبقى على يد وقلب رجل واحد، وفعلا لدينا قيادة سياسية بتدعم ده، والمفروض كلنا فعلا نبقى ورا الدولة المصرية والحفاظ على الدولة المصرية. ان شاء الله. ان شاء الله. محمد بيه طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر. شكرا لك. ناخد منك كلمة اخيرة كده في كلمتين. كلمة أخيرة بقول لكل الناس، العقار هو الاستثمار الآمن. طول عمرنا على مر العصور وفترات سابقة دايما العقار دايما في زيادة، عمره ما حصل له أن سعره نزل. بالتالي احنا عايزين نشجع بعض على حركة السوق، نشجع بعض على الشغل على الانتاج، عشان خاطر دايما مصرنا الحبيبة تكون في تقدم بإذن الله دائما بإذن الله. ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور. ميرسي. اعزائي المشاهدين، هنا وصلنا لاخر لقائنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.